أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: بكاء فاطمة رضي الله عنها على تغير لونه صلى الله عليه وسلم من أجل المجاهدة على ما بعثه الله به. في إحدى الغزوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم شاحب متغير اللون، أصفر، لولقت ثيابه، يعني بليت، يعني شكله تغير في ضعف. السيدة فاطمة لما رأته جعلت تبكي، ليه؟ لما رأت من إيه؟ من أبي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني له هيئة جميلة، فلما تراه متغير الهيئة متغير اللون حزنت وبكت. أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزاة له، فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين، وكان يعجبه إذا قدم من سفر أن يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين يثني بفاطمة. يبقى يبدأ الأول بالمسجد، إذا قدم من السفر يصلي ركعتين، في أي وقت يصل يصلي ركعتين في المسجد، وبعدين يثني بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وكان يحبها حبا شديدا. ثم يأتي أزواجه يعني يزورهم يعني. فقدم من سفره مرة فأتى بفاطمة فبدأ بها قبل بيوت أزواجه، يعني بعد ما صلى ركعتين السيدة فاطمة، فاستقبلته على باب البيت فاطمة فجعلت تقبل وجهه وفي لفظ فاه وعينيه وتبكي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قالت: أراك يا رسول الله قد شحب لونك واخلولقت ثيابك، يعني بليت، وشحب لونك يعني تغير. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة لا تبكي، فإن الله بعث أباك على أمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر ولا شعر إلا أدخله الله به عزا أو ذلا حتى يبلغ حيث يبلغ الليل. يا سلام، إن الله قد بعث أباك على أمر اللي هو الإسلام والدين الحق، لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر، المدر اللي هو الطين، يعني بيت مصنوع من الطين، ولا وبر ولا شعر، يعني مصنوع من أوبار الإبل وأشعارها، إلا أدخله الله، يعني أدخل فيه هذا الأمر اللي هو الإسلام والدين الحق، أدخله الله به. يا سلام، عزا أو ذلا. عزا أو ذلا يعني بعز عزيز أو بذل ذليل، بأي صفة، المهم يدخل حتى يبلغ الدين حيث يبلغ الليل. شوف، قال حيث يبلغ الليل وما قالش حيث يبلغ النهار، لأن النهار في أماكن ما يوصلهاش، ولكن الليل بيصل، الظلمة بتصل إلى كل مكان، سبحان الله. فهذا الدين الحق يصل إلى كل مكان، وفي رواية أخرى: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. نعم، كذا في كنز العمال. حديث تميم الداري رضي الله عنه في انتشار دعوة الإسلام. أخرج أحمد والطبراني عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفراء. نعم. وكان تميم الداري يقول: عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. الصغار يعني الرضا بالذل والهوان، والجزية اللي هو يدفع الجزية. نعم، كذا في المجمع.
حرص عمر رضي الله عنه على رجوع المرتدين إلى الإسلام. سيدنا عمر في يعني بعد أن أسلم صار في قلبي شفقة ورحمة عجيبة جدا. قبل الإسلام يعني كان عايز يقتل النبي، ووأد ابنته وهي حية، ولم تأخذه بها رأفة ولا شفقة، وهي تنفض عنه الغبار من على لحيته وهي يحفر لها القبر. وبعد الإسلام صار عنده رقة عجيبة، ده ورد في الأثر أن له خطان أسودان من البكاء، وكان وهو يصلي إماما بالناس وهو أمير المؤمنين يعني يسمع نحيب صوته من البكاء في آخر الصفوف. سيدنا عمر أصبح حريص على رجوع المرتدين، الناس اللي ارتدوا عن الإسلام بقى عنده حرص عليهم. أخرج عبد الرزاق عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو موسى رضي الله عنه بفتح تسترى إلى عمر رضي الله عنه ببشارة، يبشره يعني بالفتح. فسألني عمر رضي الله عنه وكان ستة نفر من بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام، دي في إمارة عمر بن الخطاب، قالوا سيدنا أبو موسى، سيدنا أبو موسى كان هو اللي راح يفتح تستر، وأرسل أنس يبشر سيدنا عمر بالفتح. وكان هناك ستة ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين. فقال: ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: يا أمير المؤمنين، قوم قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل، يعني ما لهمش جزاء إلا القتل. فقال عمر: لأن أكون أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت، أخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء وبيضاء، يعني من ذهب وفضة، أخذتهم سلما يعني بالإسلام وبالرفق واللين. نعم. قلت: يا أمير المؤمنين، وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم؟ قال لي: كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم السجن. كذا في الكنز، يعني ما كانش يقتلهم، كان يعرض عليهم الإسلام ويحطهم في السجن إلى أن يدخلوا في الإسلام. وعند مالك والشافعي وعبد الرزاق وأبي عبيد في الغريب والباقي عن عبد الرحمن القاري قال: قدم على عمر، إيه حكاية المرتد ده؟ يعني هو الإسلام مستقر، وده دخل الإسلام اللي هو الدين الحق، وأراد بعد ذلك أن يرتد ويرجع إلى الكفر، ففي حد اسمه حد الردة يقتل طبعا في وجود خلافة إسلامية وفي وجود هيمنة للإسلام. طب يقتل ليه؟ لأنه في تلاعب بالدين، حتى لا يصير تلاعب بالدين، لأن في ناس مغرضين ممكن يغرروا بضعاف النفوس من المسلمين، فيخش يقول لك النهاردة أنا بقى مسلم بكرة يرتد، ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه اتخاذ دين الله هزوا. فوضع هذا الحد للمرتد، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمرتد. سيدنا عمر رغم ذلك لا يريد أن يطبق عليهم حد القتل من رحمته، وسيدنا عمر من الخلفاء الراشدين فيؤخذ بمنهجه. وعند مالك والشافعي وعبد الرزاق وأبي عبيد في الغريب والبياقي عن عبد الرحمن القاري قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال: هل كان فيكم من مغربتي أو مغربتي خبر، يعني خبر غريب، هل كان فيكم خبر جديد أو أخبار بعيدة من بلاد بعيدة؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، يعني جبناه وقتلناه، قدمناه كده وقتلناه. قال عمر: فهل حبستموه ثلاثا، يعني لمدة 3 أيام تحبسوه وتعرضوا عليه الإسلام من جديد، وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ استتبتموه يعني عرضتم عليه التوبة وطلبتم منه التوبة والرجوع إلى الإسلام. اللهم إني لم أحضر، سيدنا عمر بقى بيتبرأ، يعني لم أحضر هذه القضية، ولم آمر بقتله، ولم أرضى إذا بلغني، يعني أنا غير
مؤيد لهذا الأمر وأنا بريء منه. نعم. ومعنى لم أرضى إذا بلغني يعني لم أرضى حين بلغني، وهي هنا بمعنى الماضي، زي قوله تعالى إذا ساوى بين الصدفين في سورة الكهف، فتستعمل إذا هنا بمعنى الماضي. وعند مسدد وابن عبد الحكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كتب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن رجل أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر، يعني إيه حتى فعل ذلك مرارا، أيقبل منه الإسلام؟ ده شغلانة، ده بيتلعب بالدين، كل النهاردة يخش الإسلام وبكرة يكفر. شوف سيدنا عمر، يعني حد الردة يا جماعة، ده موضوع بس للتخويف مش لقتل الناس، عشان الناس ما تتلعبش بالدين. طب الرجل ده عمال يتلاعب وكل شوية يخش الإسلام بعدين يكفر، إيه حكايته؟ فسيدنا عمر احترف أمره، فبيسأل سيدنا عمر بقى بيقول له نعمل فيه إيه ده؟ أيقبل منه الإسلام؟ فكتب إليه عمر أن يقبل منه الإسلام ما قبل الله منهم، اعرض عليه الإسلام فإن قبل فاتركه وإلا فاضرب عنقه. أدي الكلام، فدام يقبل منه الإسلام خلاص، هو لما يخش الإسلام مش ربنا يقبل؟ يقبل. بكاء عمر رضي الله عنه على مجاهدة راهب، سيدنا عمر بكى عندما رأى راهب يجاهد وهو على النصرانية. أخرج البياقي وابن المنذر والحاكم عن أبي عمران الجوني قال مر عمر رضي الله عنه براهب فوقف ونودي بالراهب فقيل له هذا أمير المؤمنين، فاطلع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترك الدنيا. سيدنا عمر نظر كده فوجد يعني إنسان عنده مجاهدة عجيبة، لدرجة أن المجاهدة أثرت عليه، وبعدين زهد وترك للدنيا بشكل يعني لا يتحمله أحد. فلما رآه عمر بكى، سيدنا عمر بكى، طب بتبكي ليه؟ ده مش مسلم. فقيل له إنه نصراني، ده يعني نصراني، وبعدين نصرانية كمان بعد الإسلام لا تقبل، خلاص الإسلام هو الدين الخاتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. أنت بتبكي عليه ليه؟ فقال عمر قد علمت ولكني رحمته، ذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، رحمت نصبه واجتهاده وهو في النار. كذا في كنز العمال، يعني هذا الرجل رغم هذا التعب وهذه المجاهدة إلا أنه في النار. وده يا جماعة يعلمنا أن ليست كل مجاهدة مقبولة، ما البوذيين عندهم مجاهدة، والجماعة بتوع اليوجا عندهم مجاهدات عجيبة، في الصين كده يخشوا المعابد والجبال ويحفر لنفسه حفرة ويقعد فيها بالسنين، مجاهدة وترك الطعام والشراب حتى يصل إلى خوارق العادات. ولكن هل مقبول هذا عند الله؟ أبدا. المجاهدة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الصيام نتصحر ونفطر سحور، فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، وبعدين أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، ليه؟ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في مجاهدة ولكن مضبوطة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بالهوى. فكل مجاهدة واجتهاد ليس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم غير مقبول. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.